السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الواقع بنتكلم على موضوع المألف، هل المألف ممكن يمشي والفرد موجود فيه؟ طبعا ناس كلها بتمنع ان المألف تتحرك والفرد موجود فيه، وناس تانية تقول لك لا يتحرك طالما منايم البوم بتاعه، تمام؟ سواء كده او كده الاجابة نفسها فيها شيء من الصواب وفيها شيء من الخطأ، ان هو بيحط شروطات معينة وفي نفس الوقت هتبقى من خلال خبرته مش من خلال المانيفاكشر. اي حاجه من دي بترجع للمانيفاكشر دايما. بنقدر نشوف هل هو هيقدر يمشي بالحمل ولا لا، بالافرد ولا لا. النقطه الثانيه موضوع الزاويه، هل هو فارد قد ايه، والزاويه بتاعت البوم الرئيسي اللي هو في الباسكت قد ايه، والسرعه اللي ماشي بيها على الارض قد ايه، والجراوند تحت منه نسبه الميل بتاعها قد ايه. كل دي بارامتر بيتم تحديدها هل الموبايل المان ليفت ده والمعده دي تقدر تمشي بالفرد ولا لا. وشكرا.